بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بطلابي طلاب الصف التاسع من مدرسة أكاديمية العزيز النموذجية السلط، المعلمة أسماء النبابتة، ومع درس جديد من كتاب اللغة العربية للصف التاسع وقصيدة كفكف دموعك للشاعر إبراهيم طوقان. دعونا ننتقل إلى قراءة القصيدة يا تاسع. كفكف دموعك، كفكف دموعك، ليس ينفعك البكاء ولا العويل، وانهض ولا تشكو الزمان، فما شكا إلا الكسول، واسلك بهمتك السبيل، ولا تقل كيف السبيل، ما ظل ذو أمل سعى يوما وحكمته الدليل، كلا ولا خاب امرؤ يوما ومقصده نبيل، أفنيت يا مسكين عمرك بالتأوه والحزن، وقعدت مكتوف اليدين تقول حاربني الزمن، ما لم تقم بالعيب أنت فمن يقوم به إذن، كم قلت أمراض البلاد وأنت من أمراضها، والشؤم علتها، فهل فتشت عن أعراضها، يا من حملت الفأس تهدمها على أنقاذها، اقعد فما أنت الذي يسعى إلى إنهاضها، وانظر بعينيك الذئاب تعض في أحواضها، أضحى التشاؤم في حديثك بالغريزة والسليقة، مثل الغراب نعى الديار وأسمع الدنيا نعيقة، تلك الحقيقة والمريض القلب تجرحه الحقيقة، أمل يلوح بريقه فاستهدي يا هذا بريقة، ما ضاق عيشك لو سعيت له ولم تشك ضيقة، حي الشباب وقل سلاما إنكم أمل الغد، صحت عزائمكم على دفع الأثيم المعتدي، والله مد لكم يدا تعلو على أقوى يدي، وطني أزف لك الشباب كأنه الزهر الندي، لا بد من ثمر له يوما وإن لم يعقدي. هكذا نكون قد أنهينا قراءة القصيدة. دعونا نتعرف عن الشاعر إبراهيم طوقان. طبعا إبراهيم طوقان ولد في مدينة نابلس، واسمه إبراهيم عبد الفتاح طوقان من فلسطين. تلقى تعليمه الابتدائي في نابلس والثانوي في مدينة أو في مدرسة المطران في القدس. طبعا التحق بالدائرة العربية بالجامعة الأمريكية ببيروت ليتخرج فيها، وعمل في إذاعة القدس، ثم عمل مدرسا في العراق. له ديوان شعري مطبوع ورسائل موجهة إلى شقيقته الشاعرة فدوى طوقان، تدور في محور الشعر وتعليمه ونقده، وله مقالات صحفية. توفي في القدس. القصيدة تتحدث عن العمل والتفاؤل من أجل تحقيق النجاح، ومعولا على الشباب في نهضة البلاد كما ذكرها الشاعر إبراهيم طوقان. سأريكم الآن الشاعر إبراهيم طوقان في صورة لتتعرفوا إليه يا تاسع. هذا هو الشاعر إبراهيم طوقان الذي كتب قصيدة كفكف دموعك. والآن سننتقل إن شاء الله تعالى إلى شرح القصيدة معا إن شاء الله، هيا بنا. البيت الأول: كفكف دموعك ليس ينفعك البكاء ولا العويل. هنا كفكف بمعنى امسح دمعك، والعويل هي رفع الصوت بالبكاء. هنا وجه الشاعر اللوم إلى الشعب الفلسطيني الذي يذرف الدموع ويصبح بكاء ويدعوهم ويصيح بكاء ويدعوهم بأن يمسحوا دموعهم لأنها لا تجدي ولا تنفع. أما البيت الثاني: وانهض ولا تشكو الزمان فما شكا إلا الكسول. هنا بين الشاعر في هذا البيت الحل
المفيد للأزمة والذي وبذلك بالنهوض والعمل وترك الكسل وعدم تحميل المسؤولية للزمن. وهنا يوجد صورة فنية في هذا البيت حيث شبه الزمن بإنسان يشتكي عليه من قبل الكسول أو يشتكى عليه من قبل الكسول. أما البيت الثالث: واسلك بهمتك السبيل ولا تقل كيف السبيل. هنا أسلك بمعنى اتبع، والسبيل هي الطريق. هنا يدعو الشاعر الشعب الفلسطيني بأن يسير في طريق الحرية التي هي واضحة ولا تحتاج إلى مرشد أو بحث. وأيضا هنا يوجد صورة فنية حيث شبه الحرية بالطريق الذي ينبغي السير عليها. أما البيت الرابع: ما ظل ذو أمل سعى يوما وحكمته الدليل. هنا ظل بمعنى ضاع، وهنا يذكر الشاعر الشعب الفلسطيني بأن يسعى وأن يحمل له أملا بسلوك طريق الحكمة والدليل المستقيم. البيت الخامس: كلا ولا خاب امرؤ يوما ومقصده نبيل. هنا خاب فشل، ومقصد أي تعني غاية. فهنا يقول الشاعر: لا يفشل الشخص الذي يسير نحو هدف النبيل وهي الحرية. أفنيت يا مسكين عمرك بالتأوه والحزن. أفنيت بمعنى ضيعت وأنهيت وقضيت أيضا، وتأوه بمعنى تحسر وتوجع. هنا استخدم الشاعر أسلوب النداء يا مسكين للسخرية والتوبيخ، ويقول: لما أضعتم سنين عمركم بالحسرة والحزن الذي لا ينفع ولا يجدي بشيء. هنا شبه المتخاذل عن السعي كالمسكين الذي لا يقدر على شيء. واضح؟ إذن هذا هي البيت، أو هذا هو شرح البيت السادس. أما البيت السابع: وقعدت مكتوف اليدين تقول حاربني الزمان. هنا خاطب الشاعر المتخاذلين ويقول لهم: لقد جلستم مكتوفي الأيدي بلا حراك، وتلومون الزمن بأنه هو الذي وقف ضدكم ومنعكم من النصر. فهنا شبه الزمن بماذا؟ بالعدو المحارب. أما البيت الثامن: ما لم تقم بالعبء أنت فمن يقوم به إذن. هنا العبء أي الثقل والمسؤولية. فهنا خاطب الشاعر المتخاذلين عن الحياة أو عن الحياة بصيغة استنكارية، فيقول: إذا لم تقوموا بتحرير البلاد فمن الذي سيقوم بتحريرها. هنا شبه الشاعر تحرير البلاد بالعبء في نظر من؟ المتخاذلين. أما البيت التاسع: كم قلت أمراض البلاد وأنت من أمراضها. هنا يصف الشاعر كل متخاذل بأنه مرض من أمراض البلاد، وهنا شبه المتخاذل بالمرض. والشؤم علتها فهل فتشت عن أعراضها. هنا الشؤم بمعنى النحس أو الشر. فأنا يحذر الشاعر ويقول بأن الشؤم هو سبب من أمراض البلاد، فهل فتشت عن أمراض وأعراض هذا المرض. هنا شبه الشؤم بماذا؟ بالمرض. أما البيت الحادي عشر: يا من حملت الفأس تهدمها على أنقاذها. أنقاذ هي ما تبقى من هدم البلاد. فهنا يخاطب الشاعر المتخاذلين الذين أخذوا الفؤوس السلاح ولم يفعلوا بها شيئا بل هدموا ما تبقى. أما البيت الثاني عشر: أقعد فما أنت الذي يسعى إلى إنهاضها. فهنا يأمر الشاعر المتخاذل الذي أخذ الفأس أي السلاح ولم يفعل شيئا غير أنه زاد من عبء البلاد بأمره أن يقعد، وهنا توبيخ لهم. وانظر بعينك الذئاب تعب في أحواضها. طبعا هذا البيت الثالث عشر، والذئاب هي اليهود، وتعب أي تشرب. هنا يطلب الشاعر من المتخاذلين أن ينظروا إلى اليهود كيف يشربون وينعمون من خيرات البلاد أمام أعينهم. فهنا شبه اليهود بماذا؟ بالذئاب. أما البيت الرابع عشر: أضحى التشاؤم في حديثك بالغريزة والسليقة. هنا الغريزة تعني أن
النظرة أو تعني آسفة الفطرة، أما السليقة أي العادة والطبيعة. فيقول الشاعر أن التشاؤم أصبح من عادتك اليومية ومن صفات فطرتك، وهذا يظهر في حديثك أو من حديثك. أما البيت الخامس عشر: مثل الغراب نعى الديار وأسمع الدنيا نعيقة. نعى بمعنى نشر خبره، والنعيق أي صوت الغراب، ونحن نعرف أن الغراب يا تاسع هو رمزا للخراب. فيصف الشاعر كل متشائم بالغراب الذي يعتبر رمزا للخراب، فأنت مثله أعلنت للعالم أجمع سقوط البلاد. هنا شبه المتشائمين والمتخاذلين بالغراب. أما البيت السادس عشر: تلك الحقيقة والمريض القلب تجرحه الحقيقة. هنا تحدث الشاعر عن الحقيقة، وهي بأن المتخاذل والمتشائم هما سبب فقدان البلاد، فشبه المتخاذل بمريض القلب، هذه الصورة الفنية. أما البيت السابع عشر: أمل يلوح بريقه فاستهدي هذا بريقه. يلوح بمعنى يظهر، وفاستهدي أي فاتبع. أما الشرح فهنا تحدث الشاعر عن الأمل الذي يظهر في الأفق، وهي المقاومة لتحرير البلاد، ويطلب من الجميع الاتباع لهذا النور والتمسك به، وشبه طريق الحرية بالنور أو الأمل. أما البيت الثامن عشر: ما ضاق عيشك لو سعيت له ولم لم تشك ضيقه. هنا يقول الشاعر أن السعي لتحقيق الهدف هو السبيل الوحيد للتخلص من ضيق العيش. أما الصورة الفنية فشبه العيش بالشيء الذي يضيق. واضح؟ ننتقل إلى البيت التاسع عشر: حيي الشباب وقل سلاما أنكم أمل الغد. هنا يحيي الشاعر الشباب ويقول لهم أنتم أمل البلاد في التحرير وتحقيق الحرية. أما البيت العشرون: صحت عزائمكم على دفع الأثيم المعتدي. صحت أي نهضت، والأثيم الآثم أو الإثم. هنا يمدح الشاعر عزائم الشباب التي نشأت للتخلص من ظلم وآثام المعتدي. هنا شبه العزيمة بالإنسان الذي ينهض، والله مد لكم يدا تعلو على أقوى يدي. هنا يقول الشاعر أن الله مدكم بقوة تفوق قوة عدوكم. أما البيت الثاني والعشرين: وطني أزف لك الشباب كأنه الزهر الندي. الندي هو الرطب، وهنا يخاطب الشاعر وطن، هو يقول له يأتي قد بأني قد قدمت لأجلك خيرة الشباب أو خيرة الشباب في عمر الزهور. وهنا شبه الشباب بالزهور. أما البيت الثالث والعشرين والأخير: لا بد من ثمر له يوما وإن لم يعقدي. هنا بمعنى تعني يعقد بمعنى ينضج. والشرح هنا يقول الشاعر أنه بعد أن قدمنا كل هذه التضحيات لا بد لنا من أن نحرر أرضنا يوما ما. هكذا يا تاسع نكون قد أنهينا شرح قصيدتنا، وهي كف كف دموعك. وبإذن الله تعالى سأقوم بوضع شرح لهذه القصيدة إن شاء الله، ولكن أرجو منك كتابة هذا الشرح على الدفتر بخط جميل ومرتب، ومطلوب منك حفظ أي 10 أبيات أنت تحفظها ولكن على الترتيب، أو أنت تريدها إذن حفظ أول 10 أبيات أو آخر 10 أبيات أو بالوسط التي أو الذي أنت تريده. والرجاء كتابة هذا الشرح على الدفتر. ودمتم بخير أحبائي الطلبة، ولنا لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.